اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يضل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من أعدانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان من لبث المجد وتقرام به، سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العلي العظيم. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا عدوا إلا خذلته، ولا تعيبا إلا قبلته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا ولدا إلا أصلحته، ولا عينا إلا سترته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا حقا إلا استخرجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح، إلا أنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أنت السلام ومن السلام، تباركت حينا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، أنت مولانا فانصرنا للقوم الكافرين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
يا الله يا رحمن الدنيا والآخرة، يعين كل مسلمين في أفغانستان، يعين كل مسلمين في فلسطين، يعين كل مسلمين في كشمير، يعين كل مسلمين في الشيشان، يا ذا الجلال والإكرام. يا الله يا رحمن الدنيا والآخرة، اللهم طهر المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين، وأخرجهم منه أذلة الصاغرين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان، اللهم انصر المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر المجاهدين في الشيشان، اللهم انصر المجاهدين في كشمير، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظنا من ربا، اللهم احفظنا من الزنا، اللهم احفظنا من اليهود، اللهم احفظنا من النصارى، اللهم احفظنا من فتنة من مسيح الدجال، اللهم احفظنا من الشيطان ولكن الشيطان الرجيم. يا الله يا رحمن الدنيا والآخرة، أعطي كل مسلمين موت مع هذا الكلام، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا الله يا رحمن الدنيا والآخرة، أعطي كل مسلمين موت مع هذا الكلام، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لي ولوالدي ولأستاذنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم اغفر لميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، وما توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم اشفيه مرضانا، اللهم اشفيه مرضانا، اللهم اشفيه مرضانا. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. اللهم ولك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلأ ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أعلنا وما أسررنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر. لا إله إلا أنت سبحانك، لا إله إلا أنت سبحانك، إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بعبادك فتنة توفنا إليها غير مفتونين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا الله يا رحمن الدنيا والآخرة، أعطي مسجد الأقصى إلى عبادك المؤمنين. اللهم طهر مسجد الأقصى من اليهود الغاصبين، وأخرجهم من وذلة الساغنين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، يا ذا الجلال والإكرام.
الملك يا الله، القدوس يا الله، السلام يا الله، المهيمن يا الله، المهيمن يا الله، العزيز يا الله، الجبار يا الله. الخالق يا الله، الغفور يا الله، الرحيم يا الله، الرحيم يا الله، الرحيم يا الله، الرحيم يا الله. سبحان من لمث المجد وتقرامم، سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العلي العظيم. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك نعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين.